يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة الأذكار التي فيها بعض الآيات إذا كان عليه حدث أكبر؟ يقرأ الأذكار ويتجنب الآيات، يتجنب الآيات حتى يتطهر، ويقرأ الأذكار للتسبيح والتهليل والتكبير والأدعية لا بأس، لكن الآيات يتجنبها حتى يتطهر. نعم. يقول بعض العلماء يقول يجوز، لأن هذا ما هو من باب التلاوة وإنما هو من باب الدعاء، لكن الذي أراه أنه يتجنب الآيات حتى يتطهر. نعم.